تزوج؟ لا عزابي وان شاء الله للموت. شلون؟ ان شاء الله للموت عزابي. ايش عجب؟ احكي يعني اللي بقلبي؟ لا احكي عادي. حاليا مجتمعنا يعني ما احترامي للزينين ايه؟ وللزينات. راح اسالي السؤال، ليش كثره الطلاقات؟ وليش كثره هاي السوالف مال هواي امور نعرفها؟ ليش؟ هواي اسباب تخلي الطلاقات تكثر. انا راح اقول لك شنو الاسباب. ايه؟ ما احترامي للسامع وما احترامي للزلمه الزينه. زين؟ الزينه الولد عشاير، كثره الذكور وقله الرجال. شلون؟ يعني هسه تشوفين رجال طوله وضخامته وعرضه غيره ما عنده على مرته ما يخاف عليها، نحكيها بالقلم العريض. يعني يعوف مرته بالهمال وبالفقر يركض ورا فلانه وعلانه. صح لو لا؟ المرأة ترى عبارة ما تكبر تبقى عن عاطفة، تريد الرجال اللي يهتم بيها، تريد الرجال اللي يحتويها. زين إذا هو هاملها ايش راح تسوي المرأة؟ ليش هسه تصير طلاقات؟ ليش تصير خيانة؟ ترى السبب مو بس من المرأة، من الرجال. أنا مو ضد إنه الرجال، بس أنا الشيء اللي حسب اللي قاعد أطلع واللي قاعد أشوفه إنه للأسف كثرة الذكور وقلة الرجال. زين. يعني الرجال أخو خيته يبقى صاحب موقف ويا مرته أو إذا كان ويا حبيبته، يكتفي بيها. يحتويها، يهتم بيها، يكون مهمل ويركض ورا ما نريد نقول يعني خاف العالم تزعل علينا. فكرة كلش كارهة بصراحة. زين، أحد الأسباب ممكن تكون إنه قاموا يتزوجون وهم صغار. أبسط الأمور إنه ذاك القرار اللي طلع الأحوال الشخصية إنه تتزوج البنية بعمر 9 سنوات، أنت شنو رأيك بهذا الشيء؟ أنا ما أنصح بهذا الشيء بصراحة. لان قلت لك احنا هسه مجتمعنا يعني ما اعرف شلون صار، ما نقدر نحكي كل شيء. العالم صارت ما اعرف يعني تحسون البنيه تجاره. قلت لك انه برايك انه المراه او الرجل ما واصل مرحله من الوعي انه حتى يتزوجون، بعدين ورا كم سنه او كم شهر راح يتطلقون، هذا همين سبب كثره الطلاقات. زين، انت برايك ايش وقت يوصل مرحله من الوعي الرجل او المراه؟ والله يا عمر مو مساله وعي. شوف هسه انت تحاكي لك طفل تلقينه بعقل رجال، صح لو لا؟ اي صح. تحاكي لك طول وضخامه ايش كبره ايش قده بعقل طفل. فهي مو مساله وعي، مساله انه شخص متفهم زين يعرف يتكلم، اليوم يعرف مجتمع شنو دا يصير بيه. زين. صح لو لا؟ انا اليوم ما اشوف المجتمع انه الغيره انتهت اللي قلت لك بعض الذكور، وليس انا ما اعتبرهم رجال بصراحه. زين. يعني اليوم اللي تمشي يا مرته او حبيبته ان تكون رجال، انت مو تعرضها للعالم. زين. وبالاخص هسه عندك انت هاي المواقع يعني هم يعتبرون رجال؟ لا والله مو رجال. وارد اسال انا سؤال واحد، هاي اللي هذول بالمواقع بالاخص اذا كانت بنات، اهل كانوا عمام كانوا وين؟ من انه انت هيك دا تسون ورقص وبيت هذا اخوه هذني جماعه البثوث. يعني ما اعرف شو احكي عنهن. عمي هل هالله ترى المراه شرف وستر وعقال كل عشيره. زين. ومعروف هذا. زين. انت من بنيه الطوش الثقه اذا كان رجلك دوام او عسكري او اي مكان، هسه بعيد عن العسكر الله يحفظهم ابطالهم، من ينطيك الثقه ويقعدك ببيت وحدك تقعدين تالي الليل اليسوى والما يسوى يسمع صوتك، ليش؟ الله ما خلقك للعرض. زي. الله خلقك للستر للبيت. صح لو انا غلطان؟ اكيد طبعا. فما انصح انه انا هاي سالفه فكره الزواج من بالي نهائيا شايل. زين، مو كل الاصابع عكسه يعني ممكن الكل. مستحيل الكل، بس تطلعين شيء قليل من الناس اللي لحد الان متحفظه، من الناس اللي ينقال عنهم ان يجي يسولف وياك يقول لك انه احنا بابة عرب. ترى بابة عرب مو معناه انه هو قاعد بعرب. لا، بابة عرب يعني اصله فصل تقاليد بالضبط. اي بس احنا وين؟ انا هذا واقعنا. سوينا انت برايك هسه ترافض فكره الزواج؟ ابد ماكو، ما بيك مجال كلش ابد. زين، احكي لي انت شغله واحده. هسه راح اشوف هذا اللقاء. كنت احب واحده. زين. وكنت اموت عليها. ايه؟ وشرط من الشروط والله مبين حد الان يحبها من طريقه كلامه. لا هي شوفي هي صح ان انا كنت احبها. زين. وصلت وياها مرحله مو طبيعيه. خلي اقول لها شغله واحده. هي. يجوز يمر عليك 1000 شخص بس يعني مثل اطباعي ومثل رجولتي تمر عليك مستحيل. وانا واثق من هاي الكلمه. زين. ايش قد طولت علاقتكم؟ 2.5 سنين. ايش عجب تركته؟ اذا انت شايل هذا الكم من الحب يعني هسه راح تشوفني. عادي. تركنا اكو اسباب انه تركنا.
اسباب تستاهل على انه انت تترك علاقه تستاهل. اللي هي حب حياتك تستاهل. شنو؟ ما اقدر احكيها يعني الاسباب منك لو هي مشاكل مشتركه بيناتكم. بالنسبه لي انا ما عندي مشكله زين، وقلت لك قافل عليها لحد اخر لحظه زين، بس هي انه هي اللي تركت الموضوع، دزت بصمه انه لازم خلاص والله يوفقك وشوف حياتك خلاص. هاي بلحظه اللي سمعت البصمه وانت هالقد تحبها شنو كان شعورك؟ والله شعور انه يعني شو اقول لك، صحيح تاذيت يعني اللي يحب حب صحيح والله يتاذى، حب هذا الكلاوات حب هاي تعال يطلع وطب وكذا، هذا كلاوات بالنسبه لي. ايش قد تاذيت؟ كلش هوايه يعني الفتره شو وقت تخطيت لو بعدك؟ قدرت هسه حاليا الحمد لله انا تخطيت يعني وتخطيت معاناه بصراحه لان قلت لك اللي يحب صدق والله العظيم يتاذى يعني يتأذى يتأذى، مو انه بس كل ما اقول لك يتأذى مو يقولون الرجال ما ينهز، لا يا عمي ينهز قسما بالله ينهز. زين فانهزيت يعني انهزيت، مو انه مثلا وقعت وتدمرت حياتي لا، لا هو بس يعني واحد انه الحب ترى مو عيب بالضبط، لا وعادي يعني واحد انا امي وابوي متزوجين على حب بعد شكو ايه. زين احكي لي انه هم حاولت كلش هوايه يعني بحيث حافظ. وصلت مرحله انت شايفه من تحاولين على شغله انه انت خلاص شايفين بعد ما بيها فايده انه صارت حرب بين عقلي وقلبي لحد ما انه وصلت للاستسلام انه خلاص هذا الشخص بعد هاي ما يهمني اي انه هذا بعد ما يهمني انه اذا اشوفه مكان بعد ما يرفع عليه اي شيء بيه، لان حاربت بما فيه الكفايه بين قلبي وعقلي، والحرب بين القلب والعقل دمار دمار ما يحس بيها، بس قلت لك اللي يحب صحيح. الله يساعدك فدوى الوجه والله يعوضك ببنت الحلال الله يسلمك فدوى العين. احكي لي هاي فكره رفضك للزواج بعد علاقتك بالحب، لو كنت انه انت متقبل الفكره وكنت خل اقول لك شغله، انا صريح كلش ما احب اجامل، انا قبل لا اعرفها تارك فكره الزواج نهائيا واهلي يدرون بهذا الموضوع زين، امي تتمنى يعني انه انا اتزوج وكذا بس انا كلش تاركه، بس من دخلت حياتي تمنيت الزواج وياها لان يعني حبيتها صحيح، قلت لك كنت اقاتل على مودها والله ودك واحد يقدر يباوع عليها وما ارجع اتعارك؟ لا هي تدري بسوالفي بالقران زين، هم تعارك قبل هوايه يعني شرط من الشروط، مره زعلانه جا ولد لاحقها، انا ظليت على البعيد على البعيد لحد ما انه هي قعدت، هي قاعده بصفها انا نمت فوقها فلشت وجهت فلش بحيث هي انهزمت ورا شوي، انت تفضحني ما ادري شنو، كانت تموت من الضحك على الموقف ورادت يعيد على فكره الموقف، رادت انه تتمنى انه ينعاد مره ثانيه، جا ولد وانا هم على البعيد، جت واحده من قرايبها هي تسمعني قالت لها علي راح يسوي موقف مثل ذاك اليوم، قالت لها تمنيت اشوفه قرايبها انه شلون انه لزم الولد، اجى ولد تو سال انه محتاجه شيء، انا شيتت عليه قلت له ضلع محتاج شيء، كان يقول لا، قلت له يلا توكل بالله. انا من يمي خفت. لا يا هذا لا تخافي.